الذين تواصلوا في الأشواط الماضية، نحييكم في تواصل هذا المهرجان الرائع، في تواصل هذه التحديات، في تواصل هذه الأثار في عالم الأصالة من أرضية ميدان السوان، ميدان الجماهير، في هذا التواصل في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يأتي سنويا هذا المهرجان يتجول في هذه الميادين، تنطلق فيها الآمال ويأتوا عشاق الأصالة من كل مكان ليتواصلوا في هذا المهرجان، يقدموا كل ما هو جميل. انطلق شوطنا التاسع الخاص بالجعدان، أيضا يحمل آمال كبيرة وطموحات من ملاك الهجن في تحقيق الفوز في هذا الشوط. انطلق شوط الزعفران، انطلق شوط السيارة، انطلق شوط الجعدان. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام لنبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة مع المراكز الأولى، لنتقدم إلى المركز الأول الذي يسيطر على مقدمة الشوط. يأتي سراب وحمد بن محمد بن قنزول العامري من أحد أعضاء القطاع الجنوبي يتواجد في المركز الأول، بينما يأتي في المركز الثاني وثاني المراكز الشارد عتيد بن محمد بن حمد بن قريع المري يتقدم كذلك مشاهدين العزاء على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتينا في هداد وعبيد بن محمد بن عبيد العامري في ثالث المراكز. آخذ المركز الرابع مشاهدين العزاء، تقدم في المركز الرابع شاهد وعبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي على رابع المراكز، بينما المركز الخامس هذا شاهين محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري المركز السادس. وصل في هذه اللحظات وتقدم من هذا هو لعمر بن عوض الكتبي، يتقدم في هذه اللحظات ويتواجد في هذا الانطلاق. يتقدم قويزيان في هذا الانطلاق، بينما المركز الثامن ثامن المراكز هناك الدخول والأسماء العملاقة والقوية الذي يتدخل شاهين سعيد بن مهنا مشاهدين الأعزاء بن قرامش المحرمي المركز التاسع. شوف المركز التاسع تدخل في هذه اللحظات مياس لهادي بن بطي بن دميثان الشامسي، والمركز العاشر أشوف عاشر المراكز تدخل في هذه اللحظات ثمين وأحمد بن علي بن عمير المنصوري يتقدم في هذه اللحظات على عاشر المراكز. الشوط ملتهب بنيران التنافس بتحديات هذا الشوط بأثارة هذا الشوط. هنا عبر قناة ياس وعبر قناة دبي ريسنج يتواصل ميدان السوان في هذه البهجة الجميلة بالفرحة بهذا المهرجان وإذاعة راس الخيمة وميدان السوان في هذه الأثار الجميلة. اليوم الثاني على التوالي ضمن هذه الفعاليات الرائعة. أعود إلى المركز الأول ولا زال اللي يسيطر واللي يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين من البداية سراب وحمد بن محمد بن قنزول العامري يسيطر على مقدمة الشوط. يأتي بسلالة سراب العريقة، بينما يأتي في المركز الثاني شاهين وسعيد بن مهنا المحرمي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز أشوف التدخل والانطلاق من مياس وهادي بن بطي بن دميثان الشامسي يتقدم ويقدم سلالة مياس مشاهدين العزاء.
هناك مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. الله يا سلام، هناك بن محيروم كذلك في هذا الانطلاق، المحرمي يتقدم وجويزيان ياتي كذلك بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع. يا سلام، عمير بن عوض بن عمير الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، اعود الى المراكز الاولى والى سيارة هذا الشوط وزعفراني وناموس هذا الشوط. يا سلام، لا زالت السيطرة من البداية، سراب يقود مساري هذا الشوط، وحمد بن محمد بن قنزول العامري يسيطر على مقدمة الشوط ويتقدم المشاركين، بينما ياتي في المركز الثاني شاهين سعيد بن مهنا المحرمي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، مياس يتقدم، مياس وياتي هدي بن بطي بن دميثان الشامسي. الله، جويزيان قادم، قادم جويزيان بقوة وبأداء، عمير بن عوض بن عمير الاكتبي، ولكن عود إلى شاهين. شاهين مسيطر، شاهين متقدم، شاهين غير. سعيد بن مهنا مشاهدين العزة، بن قرامش المحرمي ياتي، بن قرامش يتقدم إلى السيارة إلى ناموس هذا الشوط في هذا المهرجان الغالي، فخرا عزيز لمن يحصل بناموس بنقطة. يا سلام، هذا هو له إنجازات، يعني له سوابق، صاحب المركز الثاني في شوط الرمز في بطولة الوثبة، وهذا هو ينطلق مشاهدين العزاء في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في ميدان السوان ليحقق مشاهدين العزاء شاهين هذا الفوز. سلام لأهالي المسعودي، سلام لأهالي العين، شكرا يا المحرمي، تهانينا والناموس. سعيد بن مهنا من قرامش المحرمي يحقق الفوز والناموس في هذا الشوط، لحظات الوصول وينتزع السيارة، بينما وصل في المركز الثاني، المركز الثاني وصل الريان لطارق بن أحمد بن خليفة الصليطي، وصل في المركز الثاني. أما المركز الثالث جويزيان لعمير بن عوض بن عمير الاكتبي، والمركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه شاهين لمحمد بن علي الاكتبي، بينما المركز الخامس، المركز الخامس وصل في خامس المراكز لحمد بن ناصر بن علي النعيمي اللي هو غازي. هكذا نعود مشاهدينا الاعزاء ونهني بن قرامش المحرمي على فوز شاهين في هذا المساء، وسلام لأهالي العين على هذا الفوز وأهالي المسعودي. توقيت الزمني 7:29 و8 من الثانية، تهانينا سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي على هذا الفوز وهذا الناموس، بينما المركز الثاني وصل فيه بأداء جميل كذلك في الأمتار الأخيرة اللي هو الريان، تعود ملكيته لطارق بن أحمد بن خليفة الصليطي الذي وصل في المركز الثاني 7:34.6 من الثانية توقيت الزمني. شكرا يا مخرجنا. كذلك ناخذ جويزيان اللي وصل في المركز الثالث، وعمير بن عوض بن عمير الاكتبي الذي انطلق في توقيت الزمني 7:37.5 من الثانية، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.